الو، شروق تعليل. صباح الخير. الاثنين اللي متقدمين للوظيفه جم؟ ايوه يا فندم. خليهم يدخلوا لي. صباح الخير. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. انتوا متقدمين الوظيفة معايا صح؟ اتفضل. السنة للأسف هاخد واحد منكم بس. ممكن اتعرف عليكم؟ انا محمد اسامة. اهلا بيك. محمد صلاح. اهلا بيك. ممكن اعرف الجي بي اي بتاعك؟ انا الجي بي اي بتاعي 3.9. 3.9. الجي بي اي بتاعك؟ جي بي اي؟ لا انا الجي بي بتاعي عالي. عالي؟ عالي. يعني قد ايه يعني؟ لا عالي عالي. يعني اكبر من برج القاهره مثلا؟ عالي عالي عشان بس الحسد والكلام ده. حسد. ممكن اعرف الكورسات اللي انتوا اخدتوها اللي بتاهلكوا للشغلانه دي؟ حضرتك انا اخدت كورسات كوميونيتي فارماسي وكلينيكال فارماسي واوتو سي وكوالتي كنترول وكوالتي اسورنس وتايم مانجمنت. هتلاقيك تعبت جدا عقبال ما اخدت الكورسات دي كلها. لا يا دكتور انا ما تعبتش ولا حاجه، انا الكورسات ديت اي بي اس اف كان موفر لي كل الكورسات ديت اثناء دراستي. برافو جدا. وحضرتك ايه الكورسات اللي اخدتها؟ كورسات؟ لا ده انا معايا شهاده تخرج. شهاده تخرج؟ شهاده تخرج. ده مقاسها كبير برضه. كويسه. ده حاجه جميله قوي. اهلا بيكم. اهلا. تمام. ممكن حد يعني يفسر ايه هي الكوميونتي فارماسي؟ كوميونيتي فارماسي. لا انا كوميونيتي فارماسي دي يعني معناها ايه؟ معناها ان انا ازاي اقف في صيدليه وابقى صيدلي واقف، اعرف اقف في الصيدليه اجيب حاجه من على الرف احطها اديها للمريض كده يعني. صيدليه وتقف فيها. تحط الادويه على الرف واجيب له الحاجات من على الرف واحطها برده واديها للمريض. هي ده هو ده دوري كوميونيتي فارماسي فعلا. محسسني انك واقف في سوبر ماركت يعني. هو اصلا كله بقى كده يعني. كله بقى كده. كله بقى كده. طب ما تفتح سوبر ماركت احسن. لا انا فاتح صيدليه واعرف فيها برضو. هتعرف تقف. تمام. انا اتعلمت من الكورسات اللي اخدتها في اي بي اس اف ان الكوميونتي فارماسي دوري مش متوقف على مجرد ان انا بجيب الادويه من على الرف وبديها للمريض، لا بجيب الادويه وابقى عارف الادويه بتاعي وابقى عارف كل حاجه عن الدواء دوت، الجرعات بتاعته والسايد افكت وكل حاجه، وبعرف دوت للمريض ما بوقفش المعلومه عندي، وابقى عارف المرض اللي عند المريض الاسباب بتاعته والاعراض بتاعته وكل حاجه، واتابع مع المريض الحاله بتاعته. برافو عليك. طيب انا هتصل بيكم ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا. مع السلامه. شكرا يا دكتور. خلي بالك من الشهادة. لا هكيفها مرة جاية معايا إن شاء الله. Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.